أهلا ومرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم. مثل ما شايفين عندي هون بيضة وموزة. اليوم بدي أعملكم طبق كتير لذيذ ومفيد جدا، مليان بالفيتامينات وكتير طيب. رح نباشر طبعا بهيدا الطبق مثل ما شايفين موزة وبيضة. رح نفرجيكم طبعا طريقتي انا بكيفية عملان بنكيك من موز وبيضة بطريقة كتير رائعة وجديدة وطيبة كتير. هنجيب الموزة هنبلش ناعم الموزة كلياتها بالشوكة بهيدي الطريقة. طبعا انتو بتقدروا تعملوا الكمية اللي بدكن اياها. طبعا انا هون حبيت اعملكم نموذج كتير صغير عن هيدا البنكيك الكتير طيب. هلا رح احط هيدا على جنب. رح نجيب كاس صغيرة، رح نجيب البيضة ورح نكسرها من فوق من هون مثل ما شايفين، وراح ننزل منها البياض كمان من هون، يعني بنكسرها من هون ونكسرها كمان من هون كرمال نخلي الهواء يدخل، لانه اذا بحال نحن كسرنا البيضة من هون حيضل في ضغط هواء فما راح تنزل ينزل البياض من البيضة، فنحن بنكسرها من الميل التانية بهيدي الطريقة. رح نساعد البياض ينزل من البيضة بكل سهولة. شفتوا كيف؟ طبعا انا بحاول دايما اني بكل فيديو اقدم شيء علمي او حتى شيء فيزياء، فهيدا بيعتبر كمان نوع من الفيزياء، انه نحنا مجرد ما كسرنا البيضة من فوق ومن تحت بهيدا الشكل مثل ما شايفين قدرنا او قدر البياض ينزل بكل سهولة لانه دهرنا الهواء من الميل التانية. هيدا اذا بياض البيض. رح نرجع نجيب الموز اللي نحنا جهزناه بهيدي الطريقة ورح نضيف له مثل ما شايفين البياض اللي نحنا عملناه ورح نحركهم كتير منيح. هلأ رح ضيف شوي صغيرة من الفانيليا وشوي صغيرة من البيكنج ورح نحركهم. مثل ما شايفين بهذا الشكل. أنا هون دوبت زبدة وحطيتهم طبعا بالصينية مثل ما شايفين ودهنت الصينية كلياتها بهذا الشكل. هلأ مثل ما شايفين أنا دورت الغاز ورح بلش حط بالموز والبيض اللي أنا جهزتهم بهيدي الشكل. طعمتهم كتير كتير طيبة ومميز كتير مثل ما شايفين بهيك الطريقة.
طبعا فينا نعمل الاحجام اللي نحنا بدنا اياها. خلينا نكبر هيدي. مثل ما شايفين ريحتهم بتجنن، يعني ما تتخيلوا قديه ريحتهم طيبة. مثل ما شايفين انا هون خلصت الصحن. مثل ما شايفين كتير 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 طيب وشكله بشهي ومغذي كتير. وطبعا هيدا نحنا بنقله بين كيك بنانا. بتمنى تكون قدمت شي حلو. ما تنسوا لايك واشتراك بالقناة ليوصلكن مني كل شي جديد. بدي ودعكن مع تحياتي، الى اللقاء. باي باي.